حزة بس قبل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن شاء الله زيت مرتنا كنا ندرس الكتاب كتاب صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت حري أن ندرس أو نتعلم عن المسائل تتعلق في شهر رمضان، لأن الشهر المبارك قادم علينا، فإن شاء الله حري أن نتعلم أركانه وسننه ومستحباته، كل ما يتعلق مسائل الصيام شهر رمضان. صلى الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. انتي زيت مرتي سقاب رمضان حجي أبرجة بنازل لنا رمضان ما تعال الناس كده زولو زي خير دولو وشهر إن شاء الله تتعلق بقول أو رمضان كله تزفتو تأركان تواجب تحطو تزمت كله كن مهارين إن شاء الله كابز ما تزولو تمرتدات تختابنا إن شاء الله سقاب دحري رمضان كن قتصلينا دحر عيد إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يرزقنا العمر وعمل الصالح. سقاب رمضان جن انتاي إذا ختاب زي أو فتاو من فتاو الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله انتاي كن قبرنا كن ريوم فتنينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، فسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم سمعناك تؤمن، فقال عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين، فقال رغم أنف امرئ دخل رمضان فانسلخ ولم يغفر له، فقلت آمين، فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث إذا حديث إذا عبي حديث نبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة انتهي خطبه قبره مسديه انتهي لهم آمين 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 لهم ثلاثة جزء تحار صحابة نورمال زي كونه حدش نقر رئهم من تاي نبي عليه الصلاة والسلام آمين 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 إلهم تحرأي مسودوا إلهم حاتي تمام من تايهم آمين 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 لكم إلهم مسحاكتهم نبي عليه الصلاة والسلام من تاي لهم جبريل ما تسي نجيرني ويئلني رغم أنف امرئ مالت حدسب أكنيا ناي حماق ويكا ناي حسرت وي ناي تحتي مخان رغم أنف امرئ ويكا رحمن يا ربي زواتس اي انتاي زخونا سبيو إذا سبزي رمضان آتيو رمضان آتيو اندقنا إذا رمضان آتيو مغفرة خير خبي رمضان انت الأوات يسي انت يخون كابتهم حصورات يخون كابتهم دوربيات ويكا حدثب فينج أخا أب حمد انت دقا خوينو سي انت هاي مالت كمزي عانت ناي حسرت مالتيو سلازي رمضان متيو سب
مغفرة خيبر كابز رمضان تدا أول شيء حسرت يقات أمه دير بايخون إلهم سيدنا جبريل مسبولهم نبي عليه الصلاة والسلام آمين إلهم سلازيز رمضان زي كمتهم كله بفتوة بفغري بحدش عظيمة توبة جيرنا كن قبولي قبعنا سلازي لم يغفر له زبولو دل علي تغفر له سلازي أسباب المغفرة كن قبري قبعنا برمضان الصيام قيام صلة الأرحام صدقة مسامحة أمونغو حوات أمونغو زلنا قرحنتي إذا كل زي أبدي شهر زي انتايو كنقبرو يقبعنا سلازي زي شهر زي آتيو انتايو كي خسب سب كوات أي قبعون ويكا نبي عليه الصلاة والسلام انتايو لهم كتابعنا لهم على تيو خالة انتايو لهم نبي عليه الصلاة والسلام حدا سب سي رغي ما أنفم رئين يخسر يهدق أبتحتي كبرت أيركب انتايو زخواني أبوه ويعديو ويحاليهم أركيبو أبهيو وتوسي ناي سبب ناي مدخل جنة ويكا سبب زي كونو اللو بسونكم سي جنة انتدى عدي آتوه إزوون انتايوخون إزوون يخسر يدربي ويدربايوخون مبالي سلزي أبو ويعدزل لكا ويكلتيوم زلو أبهيوات هذا فرصة من الله سبحانه وتعالى سبب لدخول الجنة أبوتاتنا ناديتاتنا نقدمي عيننا زلونا قليل نقر كين يسمعنا يخوي ولكن لا أبونا الدن مرتباناتهم سبحان الله تزعالي بعد حق الله سبحانه وتعالى نايبون نايدن إزيلك ودا زي كأل مرتباناتهم سلازي أركيبك بهوتهم لازم تنك تقبرهم قبعكايو طاعة تقبر لهم يقبعك كتسمعهم يقبعك عاولك خزارهم يقبعك بتزفوت هو تصوعك تصوعهم كافت حادة بر الوالدين بتتصبو تشم تصوعهم حادة نبعلو سو بر الوالدين زبولو خاخت ازاز بل كي حادة تخان كله بعلها اتناتهم دليت كتمالئ يعني سلا زي نيبونا يدن زيلك يودعني حتى حدا حدا جزي تبون انت جبرنا لومسي كم زين تعشم خويني سمعنا مو كم زين تبوز جبرنا خويني سمعنا سبحان الله ابن عمر حدا سبسي جاء حامل أمه ليحج أو يعتمر فكان يطوف جاء إلى مكة الحرم فكان أمه حاملا يطوف زي ابن عمر مسرقه بو أديو كم زلومي ترانسبورتيشن دي اللي حازيلو أمم كوبهم غيرهم عمره يهون حج كغورو مسموتو طواف أكبرو من أديئن أمنتاي أمم كوبهم ويكا حازيلهم دحراي زي سرح زي كبير مخانو سعرد اليوم مخانو سلزي فلتو إذا صحابي أو تابعي انتهي لهم لابن عمر مسحتتهم يا ابن عمر لهم هل وفقت هل وفيت حق أمي هل ما يديسي حقنا تا أما لي ألادو إذا خمزي كيري كاب عدي رحوك متي حزي ليان الدي اندقنا أبزت أوافي قبر اللقو ودي مو نا يدي حق سي غيره دي لهم مسحتتهم ابن عمر انتهي لهم لا والله لا تكون إلا تلقى من تلقات الولادة إذا أزقبر كاسي كتحرسن كاللخات كتولدن كاللخاسي حانت خافتي أقانزا نايديها خمان سايتخونن لهم سلزي مهما كان انت قبرنا ندينا مهما كان انت قبرنا نبوناسي يعني لا نسل إلى درجة إلا أن تقول ارحمهما كما ربيان صغيرة تروح دعاء تقبر لهم تبرنا توم كتركب هذا أفضل الأعمال. جاءوا رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه
ابن عباسي كفتيهم أعلام الصحابة زنوبولو حدث سمت يوم سنتاي الوم يا ابن عباس كان معروفا ابن عباس رأيه قاتل النفس ليس له توبة ابن عباسي انتاي روم ناتهم رأي انتاي روم ناتهم فتوى انتاي روم سبز قتل توبة يقولون رب سبحانه وتعالى زي أب جهنم يزخلدو زبل رأينا ابن عباس نيرو هذا سب ما تيجون حتيتهم يا ابن عباس انتهي لهم كانت أذن بنت عمي تبغت نيراك مرعوة يدلي نيرسي نعاي كي تمرعوة نخال مستمرعوة بقنا عز عايك الكلك أتيلي عيلهم سلازي زي توبة لني ليلهم صحتهم ابن عباس اترأيناتهم نيقاتل النفس توبة يقولون يوم زبلون يا رب فسأل ابن عباس قال أمك حي أديق اللادو إلهم حتيتهم فقال لا فذهب الرجل فتعجبوا طلبت ابن عباس ابن عباس تمهارو يا ابن عباس إذناتكم فتوى قاتل النفس توبة يقولون إلكم تعاملوا زنوبركم إذ سبزك مسمتي أديخ الله دو إلكم حديثكمهم نمن تايدا إلهم صحاتتهم والله إلهم ابن عباس والله لا أعلم عملا أفضل بعد حق الله من بر الوالدين نزي حما أسرح نزي قتلت نعوسي زنبي زقفر نقر انتدع اللغين وكبت حق الله نديخا مئزازي نديخا نبخا سبحان الله يعني أبو أديت مكاننا توم عبيد نعم انت دعموي توم انت دعموي توم اتبرنا توم أي تودان أنت إذا يقتصلي فعليك بالدعاء دعاء تقبر لهم صدقة قتوت لهم تي زفوت ومز نبور سبات سيلة قتقبر لهم عرقتهم كتبت صح هذا دحرم سموتو كمان اتناتهم برناتهم أيوتان ابن عمر رضي الله عنه في سفره في شدة الحر وجد أعرابيا فنزل من جمله فعطى الرجل العربي الجمل فقطاه كان يقطع ابن عمر مثل العمامة فأعطاه فسألوه يا ابن عمر من هذا الرجل هذا أعرابي ابن عمر سي أما قنشان كله أبتحي زملؤه قملهم وريدهم تزيشفون وزن لبرو عمامة أوتيهم نزع أعرابي حدث سبزي فلطو هيبامو ندقنا أفت قملناتهم كأسكي لامو تحار اتيوم سوم زغور زن لبرو أين فلطوني نات السبزي من هذا فقال ابن عمر رضي الله عنه هذا كان ساحب ابن الخطاب ما يبوي عاركوين يريلهم فنعم أبو خاتخة تزعلي درجة سأل له بعد الله سبحانه وتعالى حق ما يبون ما دحري لهم دحري لهم النبي عليه الصلاة والسلام ربي ما أنف امرئ ذكرت عنده ولم يسلي علي إذا سبزق أني كافتيوم خسارة يركبه كاب عيني رحمن يا ربي يرحق
نبي عليه الصلاة والسلام شموم تذكيروسي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام زي قبر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زي قبر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كحادة زعابة قرابات نبي عليه الصلاة والسلام زمتنا رحمن عنا كنفوتهم زقبا عنا كنختلهم زقبا عنا فتوت مالت حق فتوت اتباع. يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ويغفر ذنوبكم. يقول الله عز وجل انت دعا ربنا بحق تفوتوا قومكم سي النبي عليه الصلاة والسلام انت يكبروا تختلوهم. سلذي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أولا ثم محبة في قلب ثانيا ثم صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالألفاظ وبالقلب كنقبر تحراي نبي عليه الصلاة والسلام زبولنا كنأمن كل الصادق المصدوق زخونو قابتي تغلخلو زبولنا خاني وناها قابتي زخلخلو زبولنا كنكلكل نبي عليه الصلاة والسلام حتى كاب نفسنا كاب قزمنا كاب كل أبليسنا نريهم زقبعنا نبي عليه الصلاة والسلام. سلازي شموم كذكرهم كله صلى الله عليه وسلم كتبل بخيل أبكال حديث تماعي لهم تماعي انتاي شمي تتعويعوا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زي قبر. حتى في خطبة قالوا بعض العلماء حتى في الخطبة لا يجهر بها ولكن يسلي إيش بالقلب أو انتاي شمقيركا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتقبر. سلازي زيوم سلست زيئن أبزح حديث في الترمزي زمتعي حقابا حالي ناتنا لما عالت موجعنا انتايو ورمودان ماتيو رمودان آتيو كي تغفر له زواتع مالتيو كي تغفر له زواتع. سلازي أبزو رمودان زي زمتعنا زولو انتايكم قوون ريدهم قوون يقبعنا بغلو كنفولتو يقبعنا. سلازي زي كتاب زي حجين جمرو مسائل كله تتعلق مسائل من شهر رمضان إلنا إن شاء الله زتاريفو زلو إن شاء الله بخير أب رمضان يأتونا نابلنا زي فتاوي زتوسدي كاب فتاوي شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله كم حتون ملسن كم حتون ملسن تبوغيو تي حادة قابتي سيستم ناي علم كتمهار انتايو كم حتون ملسن جيركا كتمهار زي خاء يعني كم حتون ملسن زدوهابي درسي مالتي. السؤال الأول فضيلة الشيخ ما المقصود بالصيام لغة وشرعية؟ انتاي مالتي صيام كنا بالنكالناس انتاي مالتي الصيام صوم مالت انتاي مالتي عبدين الإسلام عبدين الإسلام صيام مالت انتاي لغة وشرعا أبقان قان تدارينا انتاي مالتي معناه الإمساك إمساك نعم منه قوله فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ستنا مريم انتي لن لما عالتي نذر آتي له رب سبحانه وتعالى انتي كي يقبر كاب زاربا وطو كبر كي زاربا نخي زاربا أب انتهى يبلو تفسير الآية تفسير كقبرون كله علماء التفسير إذا آية زي لهم دي الشرع قدمي إسلمنا حدا حدا سيام انتهى نيرو كان يمنعوا الكلام دي سيام كبهالون كله سي الحجي أب شرع كنعاتون دينا نحنا المنع من الإيش من المفطرات كنبلينا تناتنا ولكن قبلنا الشرائع قبلنا قبل الإسلام قبل النبي عليه الصلاة والسلام الصيام زنبورم included in تانيرو أن لا يتكلموا تي زي مزراب كمان سي يعني جزء من الصيام نيرو يبلو. لذي النبي عليه الصلاة والسلام مسرأيهم أبا إسرائيل زبهالو رآه قائما قائما في الشمس الحر
فقال عليه الصلاة والسلام ما شأن هذا الرجل؟ فقالوا نذر أن لا يجلس ولا يتكلم ولا يستذل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره أن يتكلم وأن يستذل وأن يجلس ويكمل صيامه. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل انتهي بهالو أبو إسرائيل بهالو تطوي لما بصحي رئي أمم النبي عليه الصلاة والسلام تطوي لهم سرائيهم انتهي لهم ما شأن هذا الرجل أبصحي تطوي لهم سرائيهم إذي سبعي زي نذر غيرهم نذر مالت متبعة مالتي بتقرنيا ترقم كلهم متبعة نذر تبع لهم مبسعة 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 بتقدم نعم مبسعة فإذا سبعي زي مبسعة نيروه انتايكو قبرو كوف نخيبلو بسلال كيك هدو نخي زاربو نخي بلعو سيام كندي أربعة مبسعة غيرو كوف كيبلو نخي زاربو كيبلعو خيساتيو انكلودو السيام مالتيو و كي زاربو ابسلال كوف كيبلو سلازي النبي عليه الصلاة والسلام انتهي لهم كوف يبل ابسلال يهون ابسلال يهون كوف يبل اندقنا هاني انتهي لهم يزارب وليكمل سيامه سيام بن انتهي كبر يقتصل سلازي تقدمنا زنبورو انتهي نيروم حتى إتي زرابا خمان يقول كل يوم نيرم. سلذي إمساك مالت انتايو لغة انتايو تطوم البال ويكام مخلكان مالتيو. نعم في الشرع فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. انتهي مالتي رمضان مالت اب شرع الاسلام اب انتهي نعم انتهي مالتي كاب كالاي اذان فجر مالتي كاب وجميركا سقاب مغرب مفطرات زخونو نغرات كتخلكل المفطرات نتايهم زبلعو دستيو استمر عوسه بنت خاخينو خاني مسبيتو ركم نخي قبر ازي ثلاثه نغرات نتايهم مفطرات لنا ان شاء الله ديتيلز كنريو هنا نعم سلازي ازي في الشرع تعريف الصيامي صيام مالت نتاي مالتيو صيام مالت كاب كالاي اذان قدماي اذان سحور تسوز زبل أزان خوونن كله كالأي أزان جن انتايو توتو بولو مالتي سلازي كاب كالأي أزان سقاب مغرب انتاي كنقبر كاب زبل لعنا قرن زستينا قرن سالساي كأني شهوة مثلا نستخا ركب زي مقبار ازي انتايو سيام تعارفين قال أي حتو انت يقول له فضيلة الشيخ ما هي أقسام الصيام؟ نعم نعم كلتا أذان يبلنا نابزي حتى أذان يزلنا ولكن المعروف هو عندنا الوقت الفجر معروف فجر فنبدأ الصيام من الفجر فجر الأذان نعم يعني إمساك يا أبزح الجزء لنا يو أب كنكيدينا ديتيلز ولكن أذان موبايلنا عندلوه تأم موبايلنا زلوا مستوقتي لوكالي زلوا زي يختلف أنت دعوينه إن شاء الله ما فيه شيء بوقت خيد سلازيت يا أذان نايفجر زلا أم موبايلك أذان مستقبل سخانتك تخون لك ريدهن تطوابلو ولكن زي أنت فجر
اب كالي كالي بعدنا يكون بعد عرب انت اي كلت اذان زلو اول اذان ابن مكتوم زبولنا النبي عليه الصلاه والسلام اذا اذن ابن مكتوم كلوا واشربوا حتى يؤذن البلال النبي عليه الصلاه والسلام انت اميلهم ابن مكتوم كزغزن كله بلعوا ستيو تحار سيدنا بلال كزنون كله وكن انت يكبروا طوطو بلو كمزي حونا الامين زبولو كن حجي كلت اذان يبلنا تحنت اذان يا دلاتنا تحنت اذان كاني فيكسد ناي صلاه الفجر يا سلازي تهم اهم شيء انت هنا بنا فجر نخي اتي سلازي صلاه الفجر اذان مستكبر انت تكبر لك طوطو كتب لك قال انت شلت على حد اب شان له فراليات الوطن هو ناي دفعيه ناي تدريب نعم حجي مستعد قدم الدرم كيك خلاص مستعد دعوت نعم إذا أب هجي أنا نتايبل ماجوريتي كتريو أب ماجوريتي مقالي وكن بزوح جيزي ناي حالة دقيق ويكلتا دقيق إن شاء الله بزوح نتايب أكيوريت انت شمو يبلنا أي نايتي 100% دخون لذي بلنا خلينا ننطمن إن شاء الله إتي وعمونغو حالة دقيق قلت له كل جيزي نتايب مقبر تي يعني كبير يزغتبل لما تا يو هاف تو نو اكزاكتلي سلازي يبلنا فان شاء الله ببزر له وسب ببتزريو يو خيزر له ببتزر له اب اب يعني ماجوريتي بزح يختلفون يوم اب حدا اذا مش تحسس تليفون له ما تي ازينا ولا تحل محل نعم جمعهم قاعد تفكر كما هذا قاعد نعم فان شاء الله صاحب البيت بصاحب البيت موبايل يخير ان شاء الله ايوه بيقول لك اللي تمزجير ابكوا بهذا اللغن السوي دكتور بزلون مثلا هو حدا مزجيد قال له كم ابنور زلو سن معروفين يفلطوهم زي ريرلي كالكوليشن زلو مزجيد يوم سو تي ماجوريتي زلنا مثلا الفجر مزحت كيزي ساتهم دختلوا فوق المساجد قال له فجر كمتي فجر متاو امساك يغبروا ساعات صح ساعة يقبرو زي مسجد حجة كتختلهم لا التماجوريتي زلوا أبسيات اللي يكون أب كباب سيات اللي يكون زلنا يو التماجوريتي مثلا حجة فجر أربعة عند دا أخوينو مساتهم ثلاثة مسات يقبرو لازم مستيوم مسجد أي نخيلنا التماجوريتي زلوا التكالكوليشن ميس كالكوليشن على اللوم أبتيا سبيسيفيك مسجد شو ما تتقص هيدا اللي ولكن التماجوريتي ماجوريتي زلوا انتايو يعني بوي بماجوريتي مخاري ابزي غمزي زلنا اب جمعة زلنا اتي كالندر نايتي زلنا يو لوكال مثلا سيات الهرالو ناي سيات اللوكال اتي كالندر او اللوني عامت كالكوليشن جيرم كوفا بيلو مولو ان شاء الله بو نخي اما نايت حالي تشرتبل نايت حالي خالي تشرتبل نايت تشرتبل انت خووني شقر سلازو خوون ان شاء الله بتي لوكال دلو بتي ذا اتفقنا له بو نخي ان شاء الله ايوه على مصطفى ما أعلم انتايو إذا أذن ابن مكتوم فسئل ما مقدار بينهما إذا حجي أبتي صلاة الفجر مستأذنين كونن لا المقدار هو ما بين صلاة ابن مكتوم وصلاة بلال رضي الله عنه لذي أبزي تي 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 أمونغوكم زنبري كندي آيات قروا ذات حديث متأتيا سلازي زحجبن أذان فجر انت أذان غيرو خلاص أذان الفجر هي الإمساك
أذان الفجر هو الإمساك. نعم. فما هي الأقسام الصيام؟ الجواب ينقسم الصيام إلى قسمين، كل عينات الصيام لنا، قسم مفروض، والمفروض قد يكون بسبب كصيام الكفارات. هذا فردي صيام فرد لنا سبب زلوا مخنياتات زلوا كالكفارات، كفارة مثلا هذا سب محلو مسمح عليه اتزمح حاله اي كألون تمليسو كفارة اليمين صح؟ سوز كفارة اليمين انتايو كتصومي قبؤو انت دعا كندي معالتي سلسة معالتي كتصومي قبؤو سلسة انتايو زي السبب اللو سبب صيام كفارة فردي وي نذر غيرو حدا سب نذر غيرو انت دعا خمس كيرسي صيام كقبري إلو نذر غيرو ازي مسترقبه صيام انتاي قبر ام نفسه واجب قبر اي فتوني باي ذا واي ابزيا كذكر زخيل نذر اي فتوني عبادة البخيل بلو علماء عبادة البخيل بلو يفكديو يفكديو ولكن عبادة البخيل شرط تأتمس ربي خمس دقير كان ليس خمس قبر الكاي ازيا خمس دقير كان لي خمس لا سويل كاسيام قبر كالاي كني كلايك اني فرد زي كوني اباها فرد تقبر على خا انت دا حدا حدا جيزي انت دا فولفيل كي قبر تاعي عند حرتريف كا ابزبق تعطيها سلازي الله سبحانه وتعالى فرد زي قبر الكا كله بعلقا من نفسها فرد نتاو ولهذلك علماء كانوا يسمونه ايش عبادة البخيل بخيل زي تمع مالتي تري قبر كان لي قبر الكاني نمبارد نذر مالت يا نعم يعني انت لا ابي اطيح كان نسي هكذا فان شاء الله اوبن قبر نفسها ابشي قراي تتو نفسها ابشي قراي تتو اوبن قبر رو صيام تدا اللي خلاص سبحانه وتعالى تطوع ولكن مع ذلك يجوز مع ذلك يجوز نذر لله سبحانه وتعالى نذر كيتكا دا شقك كلي كمزي حردي كمزي قبروني تحضرونا تحبلونا خمزي خمزي لا هذا كله إيش هذا كل شرك ونعوذ بالله إذي كقبر لكم قول عان لحريبكمني خمزي حردي أميركان حراب صحكاني تيما بدقز لهم كمزي قبر لكم شيخ عبد القادر جلاني إلى آخره هذا كله إيش شرك ونعوذ بالله أسأل الله سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة وإذا يقول الله عز وجل الآية تقول إيش وإذا سألني عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي الله سبحانه وتعالى زوى عني زحادتني عني قربائي انتبه للناس انتهي للنائي ناب أقامن ناب يمان النخيد الله سبحانه وتعالى كلنا إذن النذر نذور انت دعقينو إذا أتقعي النذر متبعا أجين انت تقبرو السحج السبب يو سيام فرد يقول وقد يكون بغير سبب كسيام رمضان ويكا سبب زيك وانا كسيام رمضان سيام رمضان كل فرد يو انت يو نتي موانع زي بلو فإنه واجب بأصل الشرع الله سبحانه وتعالى فرد سلزببرو انتائي واجب يخوننا قد يكون معينة وقد يكون مطلقا قال سيام سبيسفيك خون خيلي قال خامي مفتوح خون خيلي سبيشال ويكا سبيسفيك نقر كم انتائي سونين حموسن سيام سونين حموسن هذا ما يقدم اتياء أجر ناي سونين حموسن سنة ترغبان تدعاد لها أب سونين حموسن تصوم لا إن شاء الله سولسن ربعن ينلتع معنوموني سولسن ربعن تأمسي كم سونين حموسن أجر كركبين دحريلك لا هذا لا يجوز لأن إذا هذا خاصة يوم الاثنين ويوم الخميس وهذا خاص وقد يكون مطلقا مطلق أني كم من تأيو دسيلك انتك تصوم لله سبحانه وتعالى الا ان يكون ايش منهي زخنه محطات تصوم لا يجوز مثال
جمعة نبينا خطوما هذا وارد النهي إلا أن تقدم يوما أو تؤخر يوما إذي ويكا أيام التشريق أب حج نتي هذه ديرة فبسب صيام دحر قبر دليو أي فقلوني نخالي إلا نتي أم أنتاش مزيبة بورو مالتهم كذلك عن الصيام عن التشريق إلا لمن لم يجد الهدي للقارن والمتمتع فإنه يصوم أيام التشريق عن الأيام الثلاثة التي في الحج إذا أنت دع ذي قينو سويلك تتصوم عمنتاي عيد أي تصومنا يوم الجمعة نبينا فلينا أن تصومنا وكذلك أحاديث ما تقول يوم السبت أيضا لا يصام نعم فأيام أيام العيد أيام التشريق أي تصومني غير ذلك إن شاء الله انتايو كنت أوم إذا انتاي مطلقي لازم انتاي لنا صيام معين لنا ومطلق لنا صيام معين لنا ومطلق لنا حكم الصيام رمضان حكم ناتو انتاي أبشر إسلام صيام رمضان انتاي يقول الشيخ رحمه الله صيام شهر رمضان فرض بالناس الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ثلاثة يوم قرآن لنا سنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لنا إجماع لنا إذا ما لنت الزعابي قوي أب دين الإسلام ثلاثة يوم تدعت أكيبه بحال قوينه إذا انت أي واجبي فرض يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إذي الله سبحانه وتعالى واجب قيرو نديهم يا أيها الذين آمنوا زبلهم نديهم برب سبحانه وتعالى إذا آمنوا كتب عليكم الصيام فرض خير لكم ألو إلنا سلازين تأيو القرآن واجب صيام رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس إذا حديث ثابت نبي عليه الصلاة والسلام انتهي لمنا اسلمنا أبو مشح مشتة نقرات زقومي اتي بيلار ناتو ويكاتي عندنا اسلمنا حمشتين حدا عند خاون ترى فريسو كم زقزا طوطو زيبل حدا قابت انتهيو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا انت مالتي ورح انت لأريهم انت يقبروا صوموا له سلازي صيام انت صيام واجب قرآن وسنة وإجماع وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض وأنه أحد أركان الإسلام فمن أنكر فريدته كفر هذا السب سيام انتعيو فردي كونان انتدعيلو كفر إلا أن يستتاب توبا خبها خبلا لغو انبر كميلو انتدعو ميتو ونعوذ بالله يحشر من عن كفار الله سبحانه وتعالى كافتي أم زي انتعيو قبر لهم زي محرم مالتي إذ انتعيو أنكر بسيام ولكن انتدعو سوي له زفتر كينو تاميدو أبيلا زبل كينو إن شاء الله فتوانا إن شاء الله تامين كنريوينا بزعبا تهاكي وزفتر سب أما إنكار زقبر لا سيام يلن زبل سب زفرد أكونن زبل سب انتايو هذا كافر ومرتد ونعوذ بالله ولكن الراجح نعم إلا أن يكون ناشئا في بلاد ومن ترك بعيدا لا تعرف فيه الأحكام الإسلام هذا يعذر انت لعب ناي اسلام حنت نقر زي فلت انت لعبينو كما برخة باديا حنتي انفورميشن زي يقولوا بزعب اسلمنا انت لعبينو هذا يعذر ولكن فلت انت لعبينو انت لعب زي فرد يكونني لقن انتايو بإجماع العلماء ايش يكفر ومن تركه تهاونا مع إقراره بفريضته فهو على خطر حدث سيام آتيو او سامري زلو تصمي اي كلني خمزيه سرح خمزيلو تهاونا زقبر ذا فطر سبق انتايو على خطر اب عبي شقري زلو اب عبي شقري زلو
فإن بعد أهل العلم يرى أنه كافر مرتد. بعد أهل العلم ولو تهاون زقبر أبسيام كافر يزول علماء له، ولكن الراجح القول يذهب به شيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يكفر. تهاون زقبر سب أبسيام انتايبل ليس بكافر مرتد، بل هو فاسق من الفساق لكنه على قطر عظيم. إذا أبسيام انتايز قبر تهاون زقبر طبو غيرو عزيمة غيرو زي قبل أبسيام انتايو أبع على خطر عظيم جلو. مكان الصيام وفضله، فضيلة الشيخ ما هي مكانة الصيام في الدين وفضله في العبادة وخاصة في شهر رمضان؟ انتايو بوتا ناي صيام انتايو تدرجاناتو انتايو صيام زمت أناد الرمضان سي انتهي تدرجاناته. مكانة الصيام في الإسلام أنه أحد أركان العظيمة التي لا يقوم إلا بها. كم تأركان الإسلام النازرة أنا يحمشت أركان ناتو انتهي هذا أركان الإسلام صيام مالت. وأما فضله في الإسلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا السبب إيمان غيرو برب سبحانه وتعالى أمينو يوم القيامة الليلو جزاء كبربي لو أمينو إذ إمنت مالت دقناها احتساب زقبري مالت عجر خركبي ولا أنت تسمعكو ولا أنت تأمخو ولا تبغتي سبيتي حدش مرعو غينو داق ألو خلو زقدفه نفسو زتقوالا تسري نرب سبحانه وتعالى له إيمانا واحتسابا. كلتي أنزين شرط إيمانا واحتسابا. هذا حدا سب أنت يبلا كا fasting is health. صيام لا إسلام من كتب بوي مو حجس أنا يتصومي ولا إسلام يكون هنا عز بالله. أنت يتصوم نمدا يتصوم تبلو أو تبوي نتعنى سل زكلا خل سل تنقصي يتصومي يبلا كا إذا أجر يقولون إيماناً واحتساباً إيماناً واحتساباً سالساي درجة زمت إلكايو أيبلكايو نتتعنخ متعكاي، ولكن المقصود نسوي تكبره نتعنى إلكايو كان تصو نمنها أمر الله سبحانه وتعالى. أولاً الله سبحانه وتعالى انتايلو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام عباداي زي تكبره دلقا عباداي. مثلاً حدي حونا كم زي زارب نيران تايلو نسيام زي سلاته كو تصبغي اكسرسايز يولدو زي بحلفتي ركوع تقبر كلها كم سوف تقبر كلها اكسرسايز زعابي قول لا تزل لنا مجمريا حتون حتتا نمنتاي تسقرو انت دعا تباهلكا وي نمنتاي تتصوم انت دعا تباهلكا مجمريا ملسخا خون كله امتسال لأمر الله سبحانه وتعالى. مجمّريا الله سبحانه وتعالى سلزأززنّا سلات سقالو سلزبلنّا ده حرأي هو ساينس باتي حجي إلكترونيكس واي فاي زغلو زي نيتوركس دبلي لوك حدا ينببني ري انتاي لوو ده حرأي أبزر إسخاسي ساينسي أبزر إسخايت أنه ما يلوو ده حرأي إسخاس أمريت مستو قبرو ستي إلكترونيكس كله ستمريت انتاي قبرو جرافيتي ناتو يوزدو خبر إسرائيلو. هذا سبحان الله نعمة، ولكن نعلنا كنا نسجل نحنا نسجل لله سبحانه وتعالى كالي تقمنت الأمت يدحريو هذا نعمة ولكن نسجدو الله سبحانه وتعالى سلزب لنا نتأمو الله سبحانه وتعالى سلزب لنا سلزي إيمانا واحتسابا إيمان الله سبحانه وتعالى سلزبلنا الله سبحانه وتعالى سلزأززنا إذا سيام زفرد سلزخونا نحي إلكا كالأيك احتسابا لتصمو ذله لتأمي ذله لتخمو ذله أبن داربي يوم القيامة انتهي لني أجر لني إلكا احتساب تقبر. حكم الفطر رمضان بدون عذر. هذا سب بزي مخنيات انت دا افتيرو ساعات رأيولة ان شاء الله انت دا نويحنا
حمشت متخني قال لنا جزين أرى أذكرني نعم. فحكم الفطر في رمضان بدون عذر هذا حدث أب صيام ذا فطر بزي مخنيات بزي مخنيات صيام ذا فطر سب انت حكمناته فضيلة الشيخ الجواب الفطر في النهار رمضان دون عذر من أكبر الكبائر بدون عذر حدث لا ماي صيام ناتو خفرس تبلع كستي هذا أكبر من الكبائر. الغريب كل جزء تقر مني حدث ديس البيض انت دع خينو عم مجتمعاتنا بزح تاشم يقولون اي سجدني وقال لي دحاني يبهان عب رمضان كن كبلع سب انت دع ريو كبلع عيز اللي كل سب ادق رمضان هي كم يجي يبلع كم يجي يستي لمن داي يتسب انتايو في رمضان بزوح انتاش مقيروه كاب سلاة بالعكس سلاة انتايو انت دعا تهاون كمان انت دعا قريفو ديس قد كينو علماء ناتنا كلهم انتايو لو كافر يمزبلو إلا بعد أئمة لا يكفر ولكن على خطر عظيم انت ديس قد سب. أما سيام انتايو سيام ديس تقومسو كمزي الزبل للو شيخ من عثيمين ديت أو من تقينه أكبر الكبائر من الكبائر ولكن لا يكفر على قول الجمهور لا يكفر ولا بعد العلماء يكفر بعد العلماء على كل يكفي لهم يكفي علماء اتديت أو مسب ويك اتديت سكت سبسي أتراتيهم اتمتر تعلم ترحسي أخلاق كايلهم سخاسي أسلامي دخا أسلامي بيكون كايلهم أبكرعوري ناتوم اتيوم دتاراتر نجر سلا دسر حكا اسوي اخلاق كايلو غدو فوم ولا كفير كاي كفر كان ات متطرطارم بزعبه خا خمانسي يا اخلو سلازي تغداي كبيدي مالتي بزي مخنيات صيام زتر زغدفس انت ايو فاسق ويجب عليه ان يتوب الى الله وان يقضي ذلك اليوم الذي افطره يعني لو انه صام وفي اثناء اليوم افطر بدون عذر فعليه أن يقضي ذلك اليوم والذي أفطره. حدث سيام جميرو دحري كبيدني عذر جيرو بزي مخنيات قوي زغانة مخنيات قوي زغانة مخنيات مالت حماما لنا سفرا لنا بدك نستيوز ملكت ورحوي شهر العادة لنا وكذلك حراسة بيت الله لنا كابزي زواتيو بزي مخنيات مجمريا سيام جميرو تحرى منغو زقار سب إذا تيامعت زفترة سيام انت كقبران له قداء قبران له أما كليا انت لقى دي صومي دي جمري تهاونا هذا لا ينفعه القداء هذا لا ينفعه القداء قداء يقبرني له فعليه توبة توبة قبران له تقاعد انت يعني علماء خاصة شغل الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم حدث صلاة انتدى حليفه لا يرون القضاء قضاء يبلون يمزولون مشاهدناتنا قضاء بتي سببين النبي عليه الصلاة والسلام زمتوت رحم حدث انتايو النيام والنسيان انتدى حدث بدكسو قضاء يوجبه لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتاي لهم حدث سب انتدى دك يسو مستس انتاي يكبره قداء يكبره لهم النبي عليه الصلاة والسلام أبقيزهم كمان حديث في الصحيحين ما تقلنا له انتاي قيرهم حتى فجر صلاة دك يسوهم اتصحي ناي شعاع مس 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 مسهم بتي حرارة ناي تصحي اتسيهم فجر شعو انتاي قيرهم قداء قيرهم سقيدهم سلازي حاد انتايو النوم كالايك انتايو النسيان النبي عليه الصلاة والسلام انتهي لهم أب قزوة الخندق أزن قزوة خندق عصر انتهي لهم قفت بيزم وهانم سرسيعهم تحاري انتهي لهم تلازي تذكر كايو جيزي كتسجدان لك كلتا مخنيات هلو النامالات
عم تصلي حجي حجي ابن القيم الجوزي رحمه الله عبي كركر اللو مس علماء قداء يفكر يزبلو ابن القيم يبل بلو حراي قداء لنا بزي كلتا زين زين كلتا زين انت تعلوا ها اتفقنا لان النبي عليه الصلاه والسلام سلازبولو زحدا دكسكا مستس خاصك زدا رسعكا مذكركا اسكت كابزين وصاغن مثلا حدا مطيو بيزي انيري كمزي انيري لو قدا خجبر ازي لا اي فقدني قدا اي بلكان انت دا توبه يقتل تبل لك اما زي انا سجدا دلو خزي حجي وقت مغرب يدلو عصر انت دا قدا ازجبر الله سب حتونا حتو هل مخنيات اللوكا دكس كان يركا يقول لك لا هل نسيت قال لا كل تهز مخنيات او تشيو ايام تون ومن داخل هذا السجدة اللخا صلاة العصر وما وقت اللوادي دا صلاة العصر هو اللوا كم عصر تبزل كل شجرة ويكا كل ذل اتناتو لك مسك وانا اتناتو سلالت يبدأ ايش الوقت العصر وينتهي بغروب الشمس صحيح تأتون كاللخاني انت يخول عصر يودع سلازي سقا المغرب يزي هذا اللخا إذا سلاتك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا موقوتا تمالتي زجمرلون زجرسلون وقت اللو صلاة زجمرلون زودعلون كم تزرعنا مثلا فجر فجر الصادق مسكونة صحي بمشرق كتوت برهان مسرعها كاو جميرة سقاب طلوع الشمس طلوع الشمس مسمتي انت ايزي وقتنا فجري فجر تودع مالتي عجل سقا ترالي دكسكا ترالي رسعكا زي فجر زي ابكال وقت قسقرا انت دايلكا وقتنا تايكونا سلازي ابزي وقتنا توقعاني صلاة مسجد انت ايلم لا يجوز هذا قول قوي لابن القيم الجوز رحمه الله ورأي شيخ الإسلام ورأي مشايخنا شيخ عبد العزيز بن باز وشيخ محمد صالح العثيمين ولكن أربع المذاهب يرون القضاء إيش يجوز أن القضاء يجوز ولكن القوي الراجح انتايو توبة تقبر سلازي لك كم زغاني أب سيام بزي مخنيات انتاي زقبر سب سيامو زقدفة قضاء نعو انتايو أي ملكتوني لأنه قضاء ناتو سبب يقولون مسافر اي نبرن حاميمو اي نبرن والنستيت خبتي مخنيات زفترا اي نبرتن سلازي نعا سيام انتايو من انجلسي مولدي يقول اسمع الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله نعم فليلزمه قضاء كامل اما لو ترك السيام من الاصل متعمدا بلا عذر الراجح انه لا يلزمه القضاء لانه لن يستفيد منه شيء لأنه لن يقبل منه فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك اليوم معين بلا عذر لن تقبل من صاحبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولأنه من تعدى حدود الله عز وجل إذي بوتا ناي عبادة سليز حلفه انتأيو فاليدا يكون الناتو عبادة لذا خطيري مالجي لذا بزي عزر بزي مخنيات سيام مقدف بزي مخنيات سلات سلات كاب كله بزي مخنيات سلات قدا مقبار كم زبالكو أنا يقول مشايخ شغل عثيمين رحمه الله ابن القيم الجوزي وكذلك شغل الإسلام هذا الرأي قوي دليل عندهم قوي ولكن كم زرع أخم مقع قداء اللو زبلو ولكن كم زي زمتو كركر أمونغو تيوم قداء اللو زبلون أب قداء زي اللو زبلون كتريون كاللقا تيوم قداء يلن زبلو إلا بعذر نبي عليه الصلاة والسلام منشن زقبورو كالي يلن زبلو ناتم دليل قوي ناتم دليل يترر سلازي اتسب قداء بزوح زقبر انتخينو انتهك قبر يقبقو قتنكر يقبو لأنه كلهم ما اتفقوا قضاء الليل ما اتفقوا بدون عذر مخنيات زي بلو مخنيات زي بلو وقت القضاء ولو كلمة
هذا زبالو دليل ناتهم نعم كلهم الأربعة المذاهب يروا أن القضاء يعني نعم فيعطون كم زبالو تي تعشمي خاصة تي نص بين السنة زخودو زيت دليل ناتهم حديث لا زيب ليلهم أما تي بمنتايهم أبيلهم والله ما أذكر الآن منتاي دليل ناتهم دليل كابسنا أيقونا ولكن ناتهم رأيه اللهم اجتهادي ولكن هذا ابن القيم خمسة قرقوة ناتو دليل ننتايه النبي عليه الصلاة والسلام زمت وان حديث كلتين تين عذر من حادي عبادة وصلاة يكون سيام بالنسيان ويكعة بالنوم لكاس أما تيوم يجوز بولو الله أعلم أي ذكرون حجي ممكن إن شاء الله مرة ثانية لمن تعيهم زبولو إن شاء الله خنرينا نعم يزيلون أيوة. بما يثبت شهر رمضان فضيلة الشيخ بماذا يثبت شهر رمضان الجواب كما يقولوا شهر رمضان انت يخون بسم الله بحمد نعم فضيلة الشيخ بما يثبت شهر رمضان شهر رمضان كما يرو يثبت وكما يرنا شهر رمضان آتي ونبل صباح رمضان ونبل يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلال وإما بإكمال شعبان 30 يوما إذا كلتي وي بعين خاز رأي ونورحي ويكا شعبان 30 مسملئ سلاسة معالتي مسمال ايه شعبان ويكا رؤية الهلال رؤية الهلال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشعبان 30 نبي عليه الصلاة والسلام انتيلهم انتداريهم وورحي ناي رمضان صوموا وكذلك ناي شوال مسرأكم وقا أنت يقبروا أفطروا نعيد انت لا ديرا اخو ممكن انت يقبروا 30 اكملوا بعد ابزي او امريكا زلنا بزح شجر لنا قلقله مجتمع قلقله مساجد بقصر يخدوا اذا قصر الحكم انتي كالكوليشن زبلو ميثود كالكوليشن زبلو ميثود نايلومي everything is calculation everything is comes يلوم دوتو ولكن هذا أكوردين نحنا منقدي ناي مشايخنا والشيخ محمد صالح العثيمين هذا لا يقبل لأنه هذا العبادة عبادة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته مصر أقوم ما تصوموا لذي رؤية الهلال تتعلق إيش بالعبادة والعبادة لا يقاس عبادة انتايو كاركوليشن ويناتكا ميتد اتوني الا ان يكون ايش سبب من عباده يجوز مثلا مايكروفون في الصلاه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام ما كان عندهم يعني مكبرات الاصوات ولكن هذا لا يتعلق بالعباده هذا سبب مينس يوزي مينس نتيوم دي سمعي وكذلك لاين كنكبر كلنا ابصلات اللاين مقبالو ويكلر مقبارو هذا إيش ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إيش هذا سبب لتسوية الصفوف إذن الأسباب لا تؤخذ حكم إيش العبادة عبادة لكن لا توقفيا تقف ما وقفه النبي عليه الصلاة والسلام العبادة أو تقف أو تنظر إلى قول الله أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك رؤية الهلال هذا يثبت عن دخول شهر رمضان
سلازي تي ماجوريتي زخيد كل جزب أسيو الله يرحمنا أبو رمضان مسمته قال مسجد ناتهم رمضان يقبرو قال مسجد ناتهم يقبرو قال مسجد ناتهم يقبرو بس إذا خلاف نايك أدم زنبري أبز بزح سبات كأبو زح يشون نقو كم يجرنا معسينا أمة واحد نخون معسينا بحاد نصوم معسينا خمس نخون كم زي إذا يعني إذا عابي خلاف زلنا خالنا جرات ينبر إذا زنبري وده حركة بزح داش مزي فنا يكون عند عدي نسهلال مسرعيات بود خيد كلا عدي كلا هلال مسرعيات بود خيد سلازي إتي خالق كأني رؤية الهلال محلي زي مسوس غير قال انتايو نحنا بسيات الزلنا سبت بسيات المسترعيات ويك أني أب أمريكا أب أمريكا يكون إتي مطالع نحنا ومطالع والغروب هذا يزخونه عادة مثلا لاتين أمريكا نورث أمريكا كندا إذا حجيت معالتي ممكن ساعتان تفلالي هو نمبر إتي توتعلون إتي تعربلون إتي ورحي انتايو حالي أب شرق انت داخل ناقن أب عرب سعودية انت داخل ناقن أبانات حي كله أبقى منتايو ليدي سلازي إتي ناداتهم حكم نابانا أي متسني قالا قالا انتايو بلو أو حرم سلي رمضان سلازو قبرو سعودية أب زوغي ناخن تصومي نايو بلو لا شيخ عثيمين نفسه سعودي عربي يفتي غير ذلك لا مسانا يتكتلوا لأنه مسخاتكم ما بتزول لكم لوكال يخيدوا لوكال مون سايتين زبال زيو لوكال مون سايتين بتزل لخايو بتزل لخايو كتخيل أما مثلا أبزيانا من يعني تبلنا جمعات كسبقدون كله أب سعودية لا يسوقدون له جمعات لنا أبزي تأكيمنا نسجدنا لا صح جمعات نبانا مسوات إيه ساعاتنا جمعات مساء خلي شو هنا نسجد نفس الشيء أنت أول حكوا مسوات أتابعهم رمضان جرام أبانا خا أنت داري واتت رمضان نقبرين يا مصر أنا يا رمضان نقبر ولكن أنتي تم تعلقنا تو حاجة مزخون تو رؤية أنتي صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته زي تتعلق ايش اثبات كم يجرنا شهر رمضان يكون لنا ابزي كنذكروا زغبانا زلنا انت اي تلاعبان تلاعب انتايو زخونه سرتين جروب من سرتين جروب انت دا دير ايو زي كودلو مثلا ناتنا جماعة ويناتنا مذهب تقتلتي لومز لذير أيو نحنا عين ريننا عين صومننا هذا لا يقبل سقاه اللي جزت خيد مستيوم رب الزفرحو أب جماعة تعصب زي بلهم أب مذهب تعصب زي بلهم أب كل رأيناتهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زخدو انت دا لوكالي رئينا إلهم مسؤوم مخاد مسؤوم مخاد ولكن التعصب زلوهم جماعة زبلو مذهب زبلو اتناتهم سقاب زي عززوهم زي قبلو مسؤومين خيدنينا نخدلو قن قرآن كتاب سنة زغتلو رب زفرحو ورؤيا زامنو انت دا رمضان سبيتو إلهم ان شاء الله بون خيد إذن الزهر وزلنا أب سعودية شكر يقول من أب عدنا أسمى رايخون أيتيوبيا يخون أب كالخاء الهاقرات شكر يلن لأنه سعودية لا تنبع بيو سعودية أنت الآقرة بحادث لزخونتي مطالعناتهم انتاي قبرو سعودية خطولو شكر يقول من ولكن أبزي اجتهاد ننناثنا زلنا يو ببناثنا سلن خيد اتزعابي شكر إيمت عنا ولكن كل جزين لبنا انتين قبرو لبنا ناس في حيو إذا خلاف زي زنبريو زلوي وقتصلي أكتخلني خا حد اختقبره أكتخلني خا قاليو حتى قاليو ما لو تي أول حي أبجوزهم كي متس تصوم زي جمهور له نعم أبجوزهم سقعد متس يتبيوا قال قال جماعة أب السودان هكذا تي أبجوزها مس متس مسرع سلسة ما عادت أيام قال لها نصوم يبدأوا إيش رمضان لا قومي كونين أب حدا عدي أب حدا عدي انت دقى ومنذ كوني زراعي
عادل كوينو حمام ديبلو حنقولو زخونة سب انت دا ريوة كيدو نتي ابتزولو عادي شهادة يقرب تزولو عادي انتايو كوميونيتي يخون ويكا مساجد يخونا انا رأي مزبل تشهادة انا حاد انتايو يقبلي سلازي نساتهم انتايو قبرو انونسمنت يقبرو اما نسقى حدا سبر ايخا حدا سبر ايخا متيخا رأي اللوخ مستبل اتي مسجد دلع دي تقبلك ويتدعى كوميونيتي دلع دي تقبلك انت تقبر فتوى للعلماء اللبزي انت يقولوا انت دعى بين خاريخة اي تتو لكونك ريخة لك متيقنك تصبح رمضاني ولكن اي تتو لأنه ايش سومو هذا جمع سومو لرؤيته إذا الصيام إذا صام صام الناس صوموا إذا صام الناس وافطروا إذا افطروا بحادهم كاخذ صوم يصبوا بحادك تأكل لازم بينك انفراد يرك كاخذ صوم لا هذا فتوى من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولو ريق عن كلقه أنت تقبر تتصبخ مصوم كتصوم أسأل الله سبحانه وتعالى أيوة جماعة مخالفة لجماعة السنة أيوة. هو استفلا لي مسجد قال له نناتو انت اش مزلوه اتي ذهب كون تاع قران سنه لهم اندجنا تعصب بمذهب وما تعصب اب سيرتين جروب زي يقول لهم سبت نزوم تقتل ولا اما اقول له ابو حد قال له اجي مولو عدي كونن كومو مولو عدي كونن مولو عدي انت دا خوينو ان شاء الله قلبي نقت يعني مسالح كتقبر فولي كي تمثل إلكا تخي تخلي خمس أم أما عزيز لنا يو حدا أزازية بلنا ويكا حدا أرنافية بلنا حدا سبح جيكو كله انت يزوكل تزريقو نسو رايد يزوكل أمبر حدا يكون كم سحج مثلا حدنا مثلا انت علينا حنتي government ويكا أسمارا صباح عيد عنده حرت باهيلو حدا سمعتيه أنا رأى أخوانه ما صباح عيد أومني لا كله عدي بمولو بحريز خيط أبزلنا يوم كومي كنا أبزلنا يوم قال مسجد أي قبرم قال مسجد يقبرم ستي قاعدة تاء مذهب تعصب زي قبرو هجر زي كتلو أنت تقبر كابوم نعم أنتي نعم والله الله أعلم يعني تي مسخاء تي ولا ندا تقاقي وخلو خري كخير لحري الكاء الله أعلم يعني كبير أما ولا تقاقي وخلو إزي السلات